نتواجد الآن في ساحة سبع بحرات في وسط مدينة إدلب، حيث نظمت هذه المظاهرة ربطا للتطبيع مع سلطة الأسد من قبل الدول العربية وغير الدول العربية. نلتقي الآن أحد المشاركين في هذه المظاهرة ليحدثنا عن أهم المطالب ولماذا نظمت هذه المظاهرة. يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لي ليش أنتم موجودين هون وإيش أهم أهداف المظاهرة؟ نحن أجينا إلى مدينة إدلب ساعة سبع بحرات نوجه رسالة للعالم، اللي طبع مع الأسد أو اللي حاول أن يطبع مع الأسد، اللي طبعت وما طبعت رح متواجدين هوني. نحن متواجدين على أهدافنا الثورة السورية، لا تطبيع مع معلقات الأطفال، لا تطبيع مع منشرد المهاجرين، لا تطبيع من اللي اعتقل الآلاف المهاجرين السوريين. نحن نوجه رسالة إلى المطبع، نحن متواجدين في إدلب نوجه رسالة للعالم لا للتطبيع مع هذه العصابة المجرمة، بل نطالب بمحاسبة الأسد وعصاباته اللي قتلوا السوريين. كما تشاهدون حضر هذه المظاهرة عدد كبير من الأهالي من مدينة إدلب ومن القرى المجاورة لمدينة إدلب. كما تشاهدون أعداد الأشخاص المشاركون في هذه المظاهرة كبيرة جدا. ليست هذه المظاهرة فقط هنا في مدينة إدلب أو في وسط مدينة إدلب، إنما هناك مظاهرات في عموم مناطق الشمال السوري وفي عموم المناطق التي يوجد بها مهجرين من سوريا إلى الدول المجاورة. طالبوا بإسقاط النظام وعدم التطبيع مع نظام الأسد، لأن نظام الأسد نظام مجرم وقتل وشرد عشرات وآلاف السوريون كما عبر المتظاهرون هنا في هذه المظاهرة. أهم المطالب هي عدم التطبيع مع سلطة الأسد، وأهم المطالب هي إسقاط سلطة الأسد التي قتلت طيلة 12 عاما عشرات وآلاف السوريون. الأهالي هنا محتجون على التطبيع الذي حصل في الفترة الأخيرة من قبل بعض الدول العربية ومن قبل بعض الدول الأخرى. الأهالي هنا يطالبون بعدم التطبيع وبالرفض القاطع للتطبيع مع سلطة الأسد التي قتلت السوريون. عامر عاصي، مدينة إدلب، حلب اليوم.